السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة فيديو جديد، ومعانا النهاردة استكمال لسلسلة شرح كامل لبوكسة الـ AE Tools الخاصة بإزالة حمايات وباسورد الشاشة لأجهزة أوبو. النهاردة معانا برنامج جميل جدا، عندنا البوكسة يبقى لازم يكون عندنا البرنامج ده، والبرنامج ده يقدر يظهر لك نقاط الاي بي اس الخاصة بالموديلات اللي هتشتغل عليها او مناطق اللي هتلحم فيها الكباري اللي هتوصلها بالبوكسة، وده فكرة جميلة جدا جدا هتوفر علينا التعب. والبرنامج ده اللي عمله فريق الام ار تي وموجود على السبورت بتاعه، والنهاردة هنستعرض البرنامج وهنستعرض الموديلات الخاصة بيه، زائد هنسيب لكم رابط للدعم وهنسيب لكم رابط السبورت الخاص بيه وسبورت العربي اللي احنا بنعمله بإذن الله للبوكسة دي. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا، اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية. اول حاجة ده الدعم الاجنبي او الدعم الخاص بالبوكسة. البرنامج اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو اول حاجة ده، يعني لما ندخل هنحمل ده، تمام؟ اول حاجة ده، ومساحته مش كبيرة، تقريبا 50 ميجا. بعد ما نحمله بينزل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، بنفك الضغط عنه، وطبعا هو بكلمة سر، هسيب لكم طبعا كلمة السر تحت الفيديو. بعد ما نفك الضغط عنه بيظهر لنا بالشكل ده، تمام؟ بنفتح الفولدر وبنفتح البرنامج، بيظهر لنا بالواجهة البسيطة دي اللي متعودين منها على الام ار تي، تمام؟ هنا بيقول لي دي اجهزة اوبو، بضغط هنا واختار الموديل، يعني مثلا اي 1 كي مثلا، بيظهر لي نقاط التلاحم او الاماكن اللي انا هلحم بيها في البوكس، النقاط اللي انا هلحم بيها، تمام؟ هنا بضغط كده واشوف اي جهاز مثلا اي 3 اس وليكن، دي النقاط اللي انا برضو هلحم فيها. فهي الفكرة جميلة جدا وسهلة، زائد ان الجهاز بيدعم، بيوريك الموديلات اللي داعمة للبوكسة، يعني دي حاجة جميلة برضو. ولسه في موديلات اتضافت جديدة زي الاي 31 انضافت، لكن لسه ما ظهرتش على الـ البرنامج هنا، لكن هنا هيجيب لك اغلب الاجهزة الموجودة عندنا، يعني مثلا الاف 11 موجود هنا اهو، جهاز لسه جديد برضو، ودي نقاط التلامس او نقاط التلاحم بتاعته. هنا الاف 7 في اجهزة جديد، اي 73، اي 9، 2020، في اجهزة كتير جدا من ضافة هنا، والاي 5 اس، وطبعا الاي 5 اس بيدعم بدون تلاحم على الام ار تي نفسها او على الاي اف تي. وهنا واجهة الريلمي او اجهزة الريلمي، طبعا ريلمي 1 وريلمي 2 وريلمي 3، كل الاجهزة موجودة، معظم الريلمهات موجودة في البرنامج. البرنامج جميل جدا، ولازم علشان نشتغل صح يكون عندنا البرنامج ده، علشان يكون في دعم كامل للبوكسة. يعني ايه؟ معطلش، يعني يكون عندي البوكسة، عندي الحاجات اللي انا هشتغل عليها، فاهم انا بعمل ايه، اطلع نتيجة كويسة وشغل كويس. بكده يكون استعرضنا البرنامج، ودي اول شرح للبوكسة او كماليات البوكسة، ان احنا نكمل حاجتنا علشان خاطر نقدر نشتغل صح، تمام؟ فدي اول، يعتبر اول شرح للدعم الكامل لبوكسة الاي تولز. والنهاردة شرحنا البرنامج اللي هيوضح لنا النقاط اللي هنلحم فيها، والخطوة الجاية بإذن الله هنوضح لكم ازاي طريقة انك تلحم الكباري، وازاي تفرمت او تشيل الرمز من على اجهزة اوب. بكده يكون شرحنا انتهى، ولو بتحب السوفت وير ياريت تشترك معنا في القناة، لان في فيديوهات جميلة جدا قريب نزل على القناة، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.